عليكم. كنشكر قناه جوف تي في اللي اتصلت بهم واستجبوا ليا عيد مبارك سعيد في ظل هذه الجائحه في هذا النهار العيد لجميع الناس فرحانين ومجتمعين مع عائلاتهم. انا ماشي بحال كاع الناس معيده، عايده بوحدي مكرفصه. علاش كنحس بالظلم القهره والحقره من طرف واحد السيد اللي تعدى عليا اللي هو الرئيس المباشر ديالي في العمل، تحرش بيا جنسيا وديما كان كيطلب مني انه يلا نخرج انا وياه، يلا نتقهواو، يلا نخرجوا، هو يخلص عليا العشاء، هو يخلص عليا الغدا. وكفاش غير هادشي انه صيفط لي فيديوهات جنسيه مخله بالحياء اللي انا نحشم اصلا غادي نقول نحشم اصلا نقولها. زائد انه صيفط ليا انه طلب مني انه غادي يتزوج بيا، وانا ما يمكنليش نخرب بيوت لانه سيد مزوج وعنده اسره وعنده وليدات ومزوج بمراه كيف ما انا بنت امراه. ما نبغيش هادشي حتى انا هذيك السيده ما غاديش نبغي لها انني نضرها ونشدد لها الاسره ديالها. من نهار انني رفضت الطلبات ديالو والرغبات ديالو بدا السيد هنا كيعذبني وكيعنفني وكيعيشني معاناه وضغوطات داخل الخدمه وكيستفزني وكيقلل مني وسط العمل ديالي مع الزملاء ديالي، وانه كيحاول انه يخسر علاقتي مع المسؤولين ومع جميع الناس اللي عندي بهم علاقه داخل المؤسسه، وانه كيحاول يهرسني في المسار المهني ديالي. حسبي الله ونعم حسبي الله ونعم الوكيل، لكن الحمد لله كاين الله عز وجل. انا السيد عذبني وقهرني لانه السيد ولا كيبان لي غير هو في حياتي، مابقيتش قادره نجي للخدمه، مابقيتش اصلا مابقيتش قادره نتلاقى مع الزملاء ديالي في الخدمه. علاش؟ لانه كنعرفوا ثقافه المغاربه ديالنا كيدايرين، وان الناس انفو كيسمعوا شي حاجه اولا شي بنت عندها شي مشكل مع راجل وهي ما مزوجاش كيفاش كيأولوا الكلام وكيفاش كيبداو يخرجوا في قصص وكيفاش كيبداو يخرجوا في اشاعات وادعاءات لهذيك الانسانه. لكن الحمد لله ربي كبير ان شاء الله غادي ينصرني. فاذا بواحد النهار كنتفاجئ انا السيد في التليفون باش انني نستلم معاه وثائق رسميه بناء على طلب ديال الاداره، حتى ان السيد كيتهجم عليا كيعير ليا والديا وكيقول ليا بهذا العبارة انا جاي. وفعلا جا الاداره وعايرني وهاني وسبني، وانا حسيت بواحد واحد الانحطاط، وانني تهانيت في الكرامه ديالي، وان الزملاء ديالي ولاو كيشوفوا فيا واحد الشوفه حقيره كيحتقروني. علاش؟ لانه السيد كيقول لي انا عديمه الكفاءه. والسيد مكفاش غير هادشي، انه خرج ومشى بدا كيعطي عليا اكاذيب ومغالطات ولجا رئيس حقوق الانسان بجديده. ولكن الحمد لله ربي كبير، ان شاء الله غادي ينصفني. وانا السيد دار التحريات ديالو وقلب وبحث ووصل الحقيقه وجا عندي حتى المقر العمل ديالي واعتذر مني واعترف بانه غلط، لانه السيد سمع غير ليه ما سمعش ليا انا. والسيد ما كفاش غير هادشي، مشى لجا السيد البرلماني المحترم اللي هو بصفته مستشار برلماني، لجا ليه وانه وجه رساله للسيد وزير الداخليه باش انه يدافع عليه، في حين ان هذا السيد البرلماني المحترم ما تصنتش ليا، تصنت لي غير هو وكيدافع عليه. كنتمنى منه انه تصنت الاوديو اللي غادي نحطه في قناه شوف تي في ويسمع ويشوف انه واش هادشي، واش غادي يرضاه لمو، واش غادي يرضاه لبنته، واش غادي يرضاه لخته، واش غادي يرضاه لخالته، واش غادي يرضاه لشي بنت في العائله ديالو، انها تنحط الكرامه ديالها وانها تهان داخل المؤسسه ووسط الزملاء ديالها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وغير مؤخرا جات عندي الزوجه ديالو حتى المقر العمل ديالي وكتساندني وكتحكي لي على المعاناه اللي كتعيش معاه، وانه تكرفس على الام ديالها اللي هي تكرفس عليها وضربها. تخيلوا معايا كيفاش غادي يكون هذا الشخص، كي غادي يكون هذا الشخص اللي كيتعدى على ام الزوجه ديالو، كيفاش غادي يعاملني انا اللي فقط موظفه بسيطه في المقر العمل معاه. شكرا لكم، كنتمنى من الناس انهم يتضامنوا معايا، وكنتمنى من الصحافه الاعلاميين اللي لجأ لهم مؤخرا، وهذا هو السبب اللي خلاني انا نخرج بهذه الدعوه، انهم يحاولوا يديروا التحريات ديالهم ووصلوا للحقيقه ديالهم وما يتصنتوش اللي غير هو، يبحثوا على الحقيقه. وشكرا وشكرا لقناة شوف تي في، كنتمنى من الله عز وجل ينصرني والله ياخذ في السيد الحق.